بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية في تمام الآيات التي نزلت في صلاة الخوف. قد تقدم الكلام على ذلك. وهنا يقول تعالى فإذا قضيتم الصلاة يعني في حالة الخوف، ومعنى قضيتم الصلاة أديتموها فرغتم منها، لأن القضاء يطلق ويراد به الفراغ. فقضاهن سبع سماوات في يومين يعني فرغ من خلقهن سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، هذا فيه مشروعية الذكر بعد الصلاة المفروضة، والذكر بعد الصلاة المفروضة جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان
إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وهو متوجه إلى القبلة، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى أصحابه. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتهليلات العشر بعد المغرب وبعد صلاة الفجر، تهليلات العشر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكررها عشر مرات بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء. وأما بقية الصلوات فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. وأمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يكبر الله 33، أن يسبح الله 33 ويكبر الله 33 ويحمد الله 33، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كررها 33، يكون المجموع 99 كلمة، ثم يختمها بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100، تمام 100، 100 كلمة تسبيح وتكبير وتحميد وكلمة التوحيد في ختامها، كما أرشد إلى ذلك فقراء الأنصار الذين شكوا إليه أنهم لا يقدرون على الصدقة لأنهم فقراء، لا يقدرون على الإنفاق من أموالهم لأنهم ليس بيدهم أموال، وأن الأثرياء سبقوهم، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتوا بهذا الذكر بعد كل صلاة، فيدركون إخوانهم الأغنياء بما فعلوا. الحمد لله، هذا تيسير من الله، أن الذي ليس عنده مال ينفق منه في وجوه الخير، الله جل وعلا عوضه بالذكر بهذه الكلمات العظيمة. هكذا كان الذكر بعد الصلاة بأنواعه، أي حافظ عليه المسلم بعد كل صلاة مفروضة، بعد كل صلاة مفروضة سرية كانت أو جهرية، ليل أو نهار، ليحوز على هذا الثواب العظيم.
قوله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبكم أي تذكرون الله على حسب أحوالكم، سواء ذكرتموه قياما أو وأنتم تمشون أو قعودا أو مضطجعين على جنوبكم، كله مقبول عند الله سبحانه وتعالى، وهذا بحسب الأحوال في صلاة الخوف، بحسب الأحوال في صلاة الخوف. ثم قال جل وعلا وهو مشروع في حالة الخوف وفي حالة الأمان يحافظ عليه المسلم. ثم قال تعالى فإذا اطمأننتم، يعني إذا ذهب الخوف وكنتم في طمأنينة فأقيموا الصلاة، تصلوها تامة، تصلوها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها والخشوع فيها، هذا معنى إقام الصلاة. فأقيموا الصلاة. وأما في حالة الخوف يصلون على حسب استطاعتهم، وقد يسقط منها شيء بسبب الخوف معفو عنه، ما سقط منها فإنه معفو عنه إذا صلوها على الصفة الواردة في هذه الآية وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقيموا الصلاة، لأن المقصود من الصلاة إقامتها على الوجه المشروع، وليس المقصود صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود، ولكن المقصود الإتيان بها قائمة كما شرعها الله سبحانه وتعالى. صلاة الأمان تختلف عن صلاة الخوف، صلاة الخوف استثنائية، أما صلاة الأمان فإنها تؤدى تامة كما شرعها الله سبحانه وتعالى. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. ثم قال جل وعلا معللاً ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. إن الصلاة، هذا تأكيد بإن المشددة، كانت ولا تزال على المؤمنين، أما الكفار إنهم لا يصلون، وإنما فرضيتها على المؤمنين، ولو صلى الكافر لا تقبل منه حتى يسلم، لو صلى الكافر لا تقبل منه حتى يسلم. الصلاة إنما هي يطالب بها المؤمن. ودل هذا على أن الصلاة من الإيمان، كما قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة تأسف أناس من الصحابة على الأموات الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، الله طمأنهم وقال لهم لا خوف على هؤلاء، ما كان الله ليضيع
إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنها كانت بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي مقبولة عند الله جل وعلا ومكتوبة لهم، فدل على أن الصلاة من الإيمان، وأن إضاعة الصلاة من الكفر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، الذي لا يصلي وهو يزعم أنه مسلم ليس بمسلم وليس بمؤمن. الصلاة عمود الإسلام، ودل على أن الأعمال من الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ومنها الصلاة. ففي هذا رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن حقيقة الإيمان. الله اعتبرها من الإيمان، كانت على المؤمنين، على المؤمنين، دل على أنها الصلاة من الإيمان. وكذلك سائر الأعمال الصالحة من الإيمان، كانت على المؤمنين كتابا، يعني فريضة. الكتاب معناه الفريضة، فإذا قال الله كتب عليكم كذا فمعناه فرضه، كتب عليكم القتال، كتب عليكم الصيام، يعني فرض. فمعنى كتابا يعني فريضة، وليست نافلة، إنما هي فريضة، ركن من أركان الإسلام. كتابا موقوتا، يعني مشروعة في أوقات محددة، هو الإنسان بهواه يصلي متى ما أراد، لا، صليها في أوقاتها. فإذا أخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تقبل منه ولا تصح. موقوتة يعني مؤقتة، صلاة الفجر حين يطلع الصبح، الفجر الثاني، حينما يتبين الفجر الثاني تجب صلاة الصبح. صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، فإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس يعني زوال الشمس، وعلامة ذلك الظل، إذا برز الظل ناحية المشرق فقد زالت الشمس، وجبت الظهر. صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مساويا له، إذا صار ظل الشيء من جدار أو عصا أو أي شيء منصوب، إذا تساوى الشيء وظله دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر. صلاة المغرب عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب. صلاة العشاء حين يغيب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر، لأن الشفق على قسمين: الشفق الأبيض، وهذا يتأخر مغيبه، أما الشفق الأحمر فهذا هو الذي يدخل به إذا غاب
وقت صلاة العشاء. هذه مواقيت الصلاة كما بيّنها الله في القرآن وكما بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة القولية والفعلية، وقد بيّنها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات. فهذه مواقيت الصلاة، ولا يجوز تقديمها على وقتها أو تأخيرها عن وقتها إلا في حالة الجمع بين الصلاتين في السفر أو للمريض، فإنه يجوز أن يؤخر الأولى إلى وقت الثانية ويصليها جمع تأخير، أو بالعكس يقدم الثانية ويصليها مع الأولى جمع تقديم. عدا ذلك كل صلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما انتهى من بيان صلاة الخوف وصلاة الأمان رجع سبحانه إلى الجهاد، رجع إلى التذكير بالجهاد في سبيل الله، فقال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لا تضعفوا، لا تهنوا يعني لا تضعفوا أو تكسلوا عن جهاد الكفار. إذا كان عندكم استطاعة فلا تضعفوا ولا تكسلوا عن الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد سنام الإسلام، فلا ينبغي تركه تهاون به مع القدرة على ذلك، مع توفر شروطه، فإن المسلمين لا يضعفون أمام عدوهم. ولا تهنوا من الوهن وهو الضعف، بل كونوا نشيطين في الجهاد حريصين عليه. ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني الكفار، القوم يعني الكفار. ثم إنه سبحانه وتعالى بين ما للمسلمين في الجهاد، فقال: إن تكونوا تألمون يعني من الجهاد، الجهاد ما في شك فيه ألم، فيه جراح، فيه قتل، فيه خوض معارك، فهو فيه ألم، فيه ألم للمجاهدين، ولكن لا ينبغي أن هذا يضعف عزائم المسلمين. الكفار أيضا يألمون، كفار يألمون، يكون فيهم قتل، يكون فيهم جراح، يكون فيهم خوض معارك مع المسلمين، فأنتم تتساوون أنتم والكفار في حصول الألم في الجهاد. تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن أنتم ترجون من الله ما لا يرجون في الجهاد. أنتم لكم الجنة إذا جاهدتم في سبيل الله، لكم الجنة والنصر من الله، ترجون من الله النصر، ترجون من الله الجنة والشهادة، وهذا ليس للكفار. الكفار في النار، قتلاهم في النار والعياذ بالله. ولهذا لما قال أبو سفيان
في وقعة أحد لما حصل على المسلمين ما حصل، وكان المسلمون قد أصابوا من الكفار في وقعة بدر، كان المسلمون قد أصابوا من الكفار في وقعة بدر، فقال أبو سفيان: يوم بيوم والأيام دول. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ما هم سوا، ما هم سوا، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار والعياذ بالله، فلا سوى بينهم. ترجون من الله ما لا يرجون. هذا يشجع المسلمين على الجهاد إذا تذكروا ما فيه من الثواب العظيم والعز للإسلام والمسلمين، نتائج الطيبة العظيمة، هان عليهم الألم الذي يلحقهم من الجهاد في سبيل الله. لكن الشأن في الجهاد أن يكون شرعيا منظما بقيادة ولي أمر المسلمين أو من ينيبه ولي الأمر، هو الذي يتولاه ويأمر به ويجند الجنود ويعد الأسلحة والذخائر، ولي الأمر، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون بالمسلمين قوة على الجهاد، إن كانوا ليس فيهم قوة فيؤجلونه إلى أن يمنحهم الله القوة، ما هو مغامرة دون نظر إلى النتائج وإلى العواقب، لا، الجهاد له شروط وله أحكام مذكورة في كتاب الجهاد، مذكورة في كتاب الجهاد من كتب السنة وكتب الفقه، مبينة وموضحة، فلا بد أن المسلم يتعلم أحكام الجهاد المشروع ويعرف القتال غير المشروع والفوضى، يتجنب هذا، لا مصلحة للمسلمين في الفوضى، إنما المصلحة إذا انتظم الجهاد على الوجه المشروع بقيادة ولي أمر المسلمين وتوفرت شروطه وكان الله ولا يزال سبحانه وتعالى عليما حكيما، واسع العلم واسع الحكمة، من صفاته سبحانه أنه عليم حكيم، عليم بما يصلح العباد في دينهم ودنياهم، حكيم في وضع ذلك في مواضعه، ما يضع الجهاد إلا في موضعه ولا يضع الأشياء إلا في مواضعها، هذه الحكمة، الحكمة وضع الشيء في موضعه، هذه الحكمة، كان الله عليما واسع العلم سبحانه. قد يكون الإنسان عالم لكن ليس عنده حكمة، قد يكون الإنسان عالما ولكن ليس عنده حكمة، فما فائدة العلم حينئذ؟ قد يكون حكيما ولكنه ليس عنده علم، فلا بد من اجتماع الوصفين العلم والحكمة، كان الله عليما حكيما. فهذه الآية فيها أحكام عظيمة وأسرار جليلة، وكان الله عليما حكيما لبعدها. ثم قال جل وعلا:
إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق. إنا أنزلنا عليك يا رسول الله يا نبي الله، أنزلنا منزل من الله جل وعلا، أنزلنا عليك الكتاب الذي هو القرآن. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فالقرآن منزل غير مخلوق، منزل من الله وهو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به وحمله جبريل، وجبريل بلغه للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بلغه للأمة لتحكم بين الناس. لماذا أنزل الله هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن يحكم به بين الناس، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. فالحكم بين الناس يكون بالشريعة، الكتاب المنزل، لا يكون بالقوانين الكافرة والوضعية والأنظمة البشرية، وإنما يكون بكتاب الله سبحانه وتعالى، تحكم بين الناس بما أراك الله، بما بين الله لك في هذا الكتاب. لا تحكم بهواك أو برغبتك، ولكن بما أراك الله وبينه لك. وحاشا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بغير ما أراه الله، ولكن هذا تعليم للأمة أنهم لا يحكمون إلا بكتاب الله، تعليم للأمة بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى آخر الآيات. هذه الآيات نزلت بسبب ذكره المفسرون، وهو أن جماعة من الأنصار، جماعة من الأنصار يقال لهم بنو الأبيرق، فيهم منافق، فيهم رجل منافق. هذا المنافق سرق درعا من صاحبه، سرق درعا من صاحبه، فلما خشي أن ينكشف أمره أخذ الدرع وجعله في دار رجل بريء، جعل الدرع في بيت رجل بريء، من أجل أن يتخلص من هذه الجريمة بزعمه، ونسي أن الله يعلم كل شيء. فلما دارت حوله التهمة ذهب إلى قومه بني الأبيرق، فقال لهم أنا بريء، الدرع ما هو عندي، عند فلان، عند الرجل في بيته، تلقونه في بيته. يريد أن يتخلص من الجريمة ويوقع البريء فيها، والله جل وعلا يعلم ذلك، ففضحه الله عز وجل. جاء قومه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على كلامه، وقالوا هذا الشخص بريء من هذه التهمة، لأن السرقة ليست عنده، إنما هي عند فلان، إنما هي عند فلان وفي بيته،
قيل إن هذا الرجل الذي ألصقت به التهمة من المسلمين، وقيل إنه يهودي، إنه من اليهود. فالرسول صلى الله عليه وسلم توقف في هذا الأمر حتى أنزل الله عليه هذه الآيات: ولا تكن للخائنين خصيما. سماه الله خائنا ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاصم عنه وأن يدفع عنه التهمة ويجعلها في البريء. الله برأ رسوله من ذلك وحماه. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله أن تخاصم عن الخائنين، استغفر الله أن تخاصم عن الخائنين وتلصق التهمة بالأبرياء. إن الله كان غفورا لمن تاب، رحيما قبول التوبة. وهذا يتوجه إلى المحامين الآن الذين فتحوا مكاتب للمحاماة يخاصمون دون أصحاب القضايا، قد يكون أكثرهم من هذا النوع، يكونون كذبة وخونة ويريدون كسب القضية ولو بالباطل، فيوكلون محاميا. المحامي عنده بلاغة وفصاحة ودارس أحكام الشرعية والأنظمة، فيظنون أن هذا المحامي سيحقق لهم ما أرادوا، فيقوم هذا المحامي المسكين ويجادل في القضية ليكسبها ويأخذ المصلحة. عليها مبالغ، بعضها عليها ملايين، أجل أن يأخذ هذه، ولا ينظر إلى ذمته ولا ينظر إلى الخصم هذا هل هو صادق أو كاذب، ما ينظر إلى هذا، ينظر إلى كسب القضية. فهذا يدخل في هذه الآيات والعياذ بالله، ما هي خاصة بسبب النزول. الله، الأصوليون يقول العبرة، يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعلى هؤلاء المحامين أن يتقوا الله ولا يخاصموا إلا بحق، ولا يقبلوا كل قضية حتى ينظروا فيها وفي بيناتها وفي صدق صاحبها وكذبه، ولا يغامرون. عليهم أن يتقوا الله في هذا، لأنهم إذا لم يفعلوا هذا صاروا يخاصمون عن الخائنين. الله جل وعلا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكن للخائنين خصيما. لا تنب عنهم في الخصومة، تجادل عنهم لتكسب القضية وتأخذ عليها المال. ولا تكن للخائنين خصيما، استغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. هذا دليل على أن الذي يخاصم عن الخائنين أنه مخطي ومجرم ويحتاج إلى الاستغفار والتوبة. فعلى هؤلاء المحامين الذين وقعوا في شيء من هذا أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه وأن يعودوا إلى الصدق وقول الحق
ولا يقدم الطمع على هلاك الذمة. ما قال ولا تجادل، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، لا تجادل عن الكذابين والمحتالين يختانون أنفسهم. شوف ما خانوا الناس، خانوا أنفسهم، خانوا أنفسهم والعياذ بالله. لأن المفروض، والخيانة ضد الأمانة، المفروض في المسلم الأمانة. وهؤلاء لما جادلوا عن الخائنين وقعوا في الإثم والعدوان، هذا عدوان. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب كل خوان من كان خوانا أثيما، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. خوان يعني كثير الخيانة، أثيما يعني واقعا في الإثم ولا ينزه نفسه عن الإثم والعياذ بالله. إن الله لا يحب، هذا فيه دليل على وصف الله أنه يحب أهل الصدق ويحب أهل الوفاء ويحب أهل الإيمان ويبغض ضدهم. الله يحب ويبغض سبحانه وتعالى، كما جاء في الأدلة إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ثم قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذا الخوان الأثيم الذي يتستر عن الناس ولا يحب أن الناس يطلعون على جرائمه، ولكنه لا يخاف الله. فهذا السارق المجرم من هذا النوع، خشي أن الناس يشمتون به فلذلك هرب وألصقها برجل بريء، برجل بريء. يستخفون من الناس، يخفون جرائمهم عن الناس، ولكنهم لا يستطيعون أن يخفوها عن الله سبحانه وتعالى، فهم يخافون الناس ولا يخافون الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. الناس ما هم معك في بيتك ولا في مكانك الخاص، ما هم معك، ما يدرون، لكن الله معك في كل مكان، بمعنى أنه يعلم معية علم وإحاطة، معية علم وإحاطة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيتونه في الليل ويتحاورون في الليل وش نسوي بالنهار، وش يعملون ستر الخيانات. فعلى هؤلاء المحامين أن يتقوا الله ولا يكونوا من هؤلاء، وهو معهم معية علم وإحاطة لا معية اختلاط، حاشا وكلا. الله فوق سماواته عال على عرشه، لكنه مع خلقه بعلمه وإحاطته لا يخفى عليه شيء، وكان الله بما يعملون محيطا. هذا تفسير وهو معهم. وش معنى وهو معهم؟ كان الله بما يعملون محيطا. الآية يفسر بعضها بعضا والحمد لله. ثم قال جل وعلا ها أنتم هؤلاء
جادلتم عنهم في الحياة الدنيا وكسبتم القضية وأخذتم المال، المسألة ما تنتهي عند هذا، قدامكم يوم القيامة. أنتم في الدنيا لبستم ونجوتم بالحيلة والكذب، لكن أمامكم يوم ما حصل لكم تماطلون وتحتالوا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ستعاد القضايا كلها، القضايا تعاد التي قضيت في الدنيا تعاد عند الله سبحانه وتعالى، ويعدل فيها ويحكم فيها بالحق سبحانه. من يجادل الله عنهم إذا وقفوا بين يديه وسألهم عن أعمالهم وعن خلطهم وكذبهم وتلبيسهم، ما هو جوابهم عند الله سبحانه؟ ما يستطيعون يكذبون على الله، ولا نجاة لهم حينئذ إلا بأن يعترفوا بما وقع منه ويفتضحوا أمام الخلائق. إذا كانوا في الدنيا يخشون الفضيحة عند الناس، فكيف لا يخشون الفضيحة في الآخرة؟ وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء أيها المجادلون بالباطل عن الخائنين، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا وحصلتم القضية وأخذتم المال ظلما وعدوانا، فما هو موقفكم أمام الله؟ أمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ من هو اللي بيجي يوم القيامة وكيلا عن الخائنين؟ الدنيا يمكن يجي وكيل، لكن القيامة ما يمكن. تذكروا هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ: امرأة مرت بالميقات ولم تحرم وهي متجهة إلى مكة، وكان في نيتها أنها ستعود إلى بلدها مرة أخرى ومن ثم تحرم من الميقات، لكنها الآن حصلت ظروف لها وستبقى في مكة لمدة شهرين، هل تعود للميقات كي تحرم منه أم أنها تحرم من الحل؟ ما دامت وقت مرورها على الميقات لم تنوي عمرة، ما نوت العمرة يوم تمر على الميقات، بل ناوية أنها تمكث في مكة ثم تذهب إلى بلدها، ولا تيسر هذا، بل فرضت عليها الأحوال التي قدرها الله أن تبقى في مكة. هي ترغب الآن عمرة، ما يخالف تطلع للحل، تحرم من الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من أطراء، من وراء الحدود الحرم، تحرم بالعمرة تؤديها الحمد لله. نعم. يقول: إذا أوصى الرجل قبل أن يموت بالدفن في مقبرة معينة، فهل تنفذ وصيته أم لا؟ إذا تيسر هذا فلا بأس، إذا تيسر نقله إلى المكان الذي أوصى أن يدفن فيه فلا بأس، إذا ما تيسر فيدفن في المكان الذي مات فيه مع المسلمين، يدفن في
مقابر المسلمين والحمد لله. نعم. يقول سماحة الشيخ: اشتريت سلاحا لكي أدافع به عن نفسي، والآن أريد بيعه للدولة، فهل يجوز ذلك؟ ما دام أنه ملكك، ما دام أنه ملكك تملكه ملكا تاما، يجوز لك أن تبيعه على الدولة أو على غيرها. نعم. يقول: قمت أنا ورجل آخر بسرقة سلاح من الدولة لكي ندافع عن أنفسنا أيام الأحداث في بلدنا ليبيا، ثم قمت ببيعه، وعندما علمت بحرمة ذلك تركت المال للرجل الذي معي ولم أأخذه، هل بذلك برأت ذمتي؟ إذا تركته ولم تأخذه فإنه تبرأ ذمتك مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. ما حكم من يقول أن الذي يسب الصحابة لا يكفر إلا إذا أراد بهذا السب الطعن في الدين؟ سب الصحابة لا يجوز، محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. الله جل وعلا أثنى على الصحابة، أثنى على المهاجرين والأنصار، وأنت تسبهم، أنت تسبهم والله يثني عليهم، ما هذا؟ هل هذا رد على الله سبحانه وتعالى؟ هذا رد على الله، الله مدحهم وأثنى عليهم ووعدهم بالأجر والجنة وأنت تسبهم. ما يسب الصحابة رجل في قلبه إيمان إلا المنافق، المنافق اللي يدعي الإيمان قد يسب الصحابة، أما المؤمن الصادق فلا يمكن أن يسب الصحابة، والله يمدحهم بل يحبهم، بل يحبهم ويثني عليهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. يقول أو سائلة تقول: ما حكم عمليات التجميل لصدور النساء إذا كان فيه مرض معين؟ ليه؟ عمليات التجميل للمرأة في صدرها إذا كان فيه مرض معين. إذا كان فيها عيب في جسمها ويمكن علاجه وإزالة هذا العيب فلا بأس بذلك، هذا من التداوي، هذا من التداوي المباح. نعم. أقول: ما حكم تلحين الأذان، اللحن في الأذان؟ تزيين الصوت بالأذان مطلوب، لكن ما يصل إلى حد التلحين حتى يجعل كالأغاني، لا، كل شيء باعتدال، فيزين الصوت بالأذان ولكن في حدود بحيث لا يخرج إلى حد الأغاني والتطريب. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما حكم الذين يدخلون مكة المكرمة ومعهم خادمة غير مسلمة أو سائق غير مسلم ويبقون معهم في مكة حتى يقضوا عمرتهم ثم يعودون؟ هذا حرام، هذا حرام عليهم، لا يدخل الكافر، لا يدخل الكافر في الحرام، لا يجوز هذا، الكافر يبقى خارج الحرم. ولذلك جعلت الحكومة خط قبل دخول الحرم، جعلت خط لغير المسلمين يروحون إلى جدة إلى أي مكان ولا يدخلون الحرم، هذا حرام، عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يخرجوا هؤلاء خارج الحرم. يقول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. يقول: ما حكم الأخذ من شعر الخدين والرقبة للرجل؟ اللي ما هو من اللحية لا بأس، اللحية والعارضين هذا لا يؤخذ منه شيء، اللحية والعارضان لا يؤخذ منهما شيء، وما عدا ذلك لا بأس. نعم. يقول: إذا توضأت هل أنشف أعضاء الوضوء بعد الوضوء؟ لا بأس بذلك، لا بأس باستعمال المنشفة بعد الوضوء أو بعد الاغتسال من الجنابة، لا بأس. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما نصيحتكم لأهل السنة في عمان؟ أن يتقوا الله تعالى وأن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن يعلموا الناس السنة ويدعوا إليها ويرغبوا فيها، لعل الله أن يهدي من يشاء من المخالفين. نعم. يقول: إذا دخلت المسجد وأصابني الضرر فهل أجلس لأشرب الماء أم أصلي ركعتين تحية المسجد؟ لا بأس، اجلس واشرب الماء وقم صل ركعتين. نعم. ما حكم من فرط في كفارة القتل وهو الآن لا يستطيع الصيام، هل يصام عنه؟ الذي فرط في كفارة القتل بالصيام حتى أنه صار ما يستطيع يصوم، هذا مخطئ، هذا مخطئ، وتبقى الكفارة دينا في ذمته، فإن استطاع أن يصوم قبل موته إنه يصوم، وإذا مات ولم يصوم يصام عنه، أما دام حي ما يصام عنه، تبقى في ذمته، فإن استطاع يصوم، إذا مات يصام عنه. نعم. يقول سماحة الشيخ: أعمل في شركة اتصالات وتقوم الشركة بتقديم الرعاية الصحية للموظفين، والصورة هي أن الشركة تدفع 80% من قيمة العلاج والموظف يدفع 20%، هل ذلك جائز؟ إن كان تأمين فهو ما يجوز، أما إن كان يساعدونك على العلاج تدفع بعض التكاليف وهم يساعدونك بالباقي فلا بأس، أما إذا كان هذا من باب التأمين هذا لا يجوز، لأنه تأمين تجاري هذا. نعم. السائل من اليمن يقول: عندي قطعة أرض اشتريتها ب4 مليون ريال من أرباح القات، مع أن وكذلك كنت أحلف أيمان كاذبة وأغش في المال وأخون الأمانة، فما حكم هذا المال؟ وهل يجوز أن أتصدق بهذا المال على أقربائي وأرحامي؟ ما هو تصدق، ما يتصدق بالمال الحرام، لكن تخلص، تخلص منه بأن توزعه على المحتاجين من باب التخلص لا من باب التصدق. نعم. أنا مقيم في مكة، ما هي أفضل الأعمال التي أقوم بها وأنا في مكة؟ المسجد الحرام، تجلس فيه وتقرأ القرآن وتصلي وتطوف بالبيت إذا تيسر، هذا الذي تعمله مدة إقامتك في مكة، وله لازم أنك تجي للمسجد الحرام كل وقت وتضايق نفسك وتضايق الناس، الحرم كله ما داخل الأميال، مساجد مكة كلها سواء، شوف مسجد من المساجد التي فيها فرصة واجلس فيها ولك لك مضاعفة الأجر في المسجد الحرام، الحمد لله موسع الله. نعم. يقول: ما حكم الأكل من المطاعم التي تحدد القيمة، قيمة الأكل ولا تحدد كمية الأكل؟ تحدد قيمة الأكل
نعم نعم، ولا تحدد الكمية، يعني بالوجبة. نعم. حددون ثمن الوجبة يصير مقارب، تسامح فيه لا بس. نعم. تقول: ما حكم تناول أدوية تزيد الحيوانات المنوية للذكر وتقتل الذكورية وتقتل الحيوانات الأنثوية لكي يكون المولود ذكرا؟ الله جل وعلا هو الذي يخلق الذكور والإناث، ما لحد فيهم دخل، عليك أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وترضى بما رزقك الله من الأولاد ذكورا وإناثا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يجعل بعضهم ذكور وبعضهم إناث، هذا إلى الله سبحانه وتعالى.